الرئيس ترامب شخصية جدلية غامضة غريبة غريبة الأطوار، لكنه نجح في نفس الوقت في مخاطبة الشعب الأمريكي باللغة اللي هم يبونها. لا الكلام انه غبي وعبيط وهذا مو صحيح، هو يعرف من يخاطب، حتى لغته السبونتينس يطلقها كذي يطلقها بس هذه عفويه، لكن الناس طالعه معجبه فيها، حتى الكلمات الوسخه في قطاع كبير من الشعب الامريكي معجب في اسلوبه هذا. يبرد جمودهم يمكن في هذا في هالنوعيه من لان يضرب على وتر حساس. اي الوتر حساس بالنسبه لترامب الوطنيه. أي. امريكا اولا وامريكا ثانيا وامريكا ثالثا. امريكا يجب ان تكون الدوله الاولى، يجب، لكن شلون تكون دوله اولى؟ شلون تبقى دوله اولى؟ كيف تدير الدولة كدولة أولى؟ هذه مواضيع هو ما يدش فيها، بس هم وبساطة العقلية أن أمريكا لازم تصير أولى، شلون تصير ما يهمه، وهذا اللي خلى جدل مع كل دول العالم ومع الشعب أولاً.